بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في إطار هذا تنظيم الأسبوع الوطني للصحة الجامعية، لنا الفخر والاعتزاز بهذه الشراكة الوطيدة بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باش نقدموا واحد الخدمة لهذا الشباب ديالنا، للطلبة ديالنا في هذه البيئة ديال الأحياء الجامعية. اليوم الحمد لله بغينا، عندنا واحد العزيمة قوية باش نغيروا هذا الأحياء، ما يبقاوش مقتصرين فقط على خدمة الإيواء والإطعام، ولكن يكونوا هذه الأحياء واحد الفضاءات لرفع من القدرات ديال الطلبة وأيضا لتثقيف هذه الطلبة بفضل الأنشطة الموازية الثقافية الرياضية، وأيضا تقديم هذه الخدمات ولا سيما الصحة الجامعية والمواكبة النفسية والدعم. لهذا يتم إن شاء الله وفوق سنتين تعميم هذه التجربة على مستوى جميع الأحياء على المستوى الوطني ديال الخلايا ديال الدعم النفسي والطلبات ديال الطلبة والمواكبة ديالهم، وربط أيضا هذه الطلبة بمراكز استشفائية، لأن يتم فتح ملف طبي على مستوى الحي الجامعي ومن بعد المواصلة في مع المختصين. هذا واحد النموذج أعطيناه اليوم هنا من الحي الجامعي للرباط أكدال، لان له هذا الحي عنده واحد الرمزيه كبيره تاريخيه، تم التدشين ديالو اول حي على المستوى الوطني، تم التدشين ديالو من طرف المغفور له محمد الخامس سنه 1957، وتم التوسيع ديالو من طرف المغفور له الحسن الثاني سنه 1967. لهذا هذا واحد المعلمه وطنيه كان لابد باش نعطيو هذا اول يوم وطني ديال الصحة الجامعية من هذا الموقع. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اليوم كنحتفلوا بالأسبوع الوطني ديال الصحة الجامعية، وكيف لاحظتوا أن هذه الورشة هذه اللي بمعية السيد وزير السادة الوزراء ديال التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وكذلك السيد الوزير المنتدب، وزارة الصحة كتواكب هذا المشروع اللي غادي يكون ان شاء الله ديال انجاز جميع المراكز الصحيه في جميع المراكز الصحيه على المستوى الوطني 23 اليوم خاليه ديال الانصات لمواكبه الصحه النفسيه ديال الطلبه. وحنا كنعرفوا ان الصحه ديال الشباب ولا سيما الطلبه، وكيف حتى عليها صاحب جلاله الله ينصرو في جميع الخطب ديالو، واللي كيشكلوا النواه الاساسيه ديال المجتمع المغربي، لازم خصها واحد العنايه خاصه كيفها صاحب الجلاله. ومن هذا المنطلق كاين هذه الصحه الجامعيه كتشكل لنا واحد النقطه ديال الانطلاق، لان كنعرفوا ان الشباب ولا سيما الطلبه المغاربه عندهم واحد الفضاء، هذه حياه خاصه اذا خصنا نخلقوا لهم البيئه ديال الحياه ديالهم، وتكون جميع الخدمات الاجتماعيه تكون محققه ان شاء الله بما فيها الحاجيات الصحيه. اليوم التغطيه الصحيه الشامله كتشملهم، إذا لابد أن تكون عندهم خدمات صحية داخل المرفق اللي كيعيشوا فيه، وفيها جميع ما يخص الصحة الجسدية والصحة النفسية. واليوم الصحة النفسية في جميع الدول كنعرفوا بأن عندها واحد أهمية كبيرة، لأن ضروري من طريق الصحة النفسية كنا نعرفوا الميولات ديال الطالب، وكذلك حتى المشاكل اللي كتعيق التطور ديالو الدراسي والنجاحات ديالو، ويمكن تعاوننا في التوجيهات ديالو باش يتغلب على المصاعب ديالو على الصعوب في المستقبل ديالو ان شاء الله، ويكون الانسان ناجح للمجتمع ولنفسه. شكرا. الاسبوع هو ان نسلط الضوء على موضوع هام يتعلق بالصحه الجسديه البدنيه والنفسيه للطلبه، وبالاساس في ظل جائحه كوفيد التي اثرت عنا جميعا، كلنا كنا معنيين بهذه الجائحه، وكان وقعها علينا وقع سلبي لانه اثر على العلاقات الاجتماعيه وبالاساس الطلبه، الذي اثر على مسارهم الدراسي، على طريقه التكوين، على الحضوري، على اغلاق الاحياء الجامعيه، وما لها من تبعات على المستوى النفسي للطلبه. تنظيم الاسبوع ليس غايت من في حد ذاته، وانما هو اليه لتسليط الضوء كما قلت على هذه الاشكالات المرتبطه بتدبير الجائحه وتبعاتها على المستوى النفسي للطلبه، وثانيا تسليط الضوء على ما يتم انجازه وما يتم القيام به على مستوى الاحياء الجامعيه، لتكون بالفعل مستعده لاستقبال الطلبه وان تقدم خدمات تتعدى ما هو خدمات
فيزيولوجية طبيعية للإحياء اللي هي كانت فيما سبق وما زالت الإسكان وإطعام إلى غير ذلك. نريد أن تكون أحياء جامعية فضاء للعيش، فضاء للعيش كريم، فضاء يمكن الطالب أن يكون في وضعيات تسمح له بالدراسة والتكوين والتفتح وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وأن يكون في صحة جسدية وذهنية تمكنه من النجاح في دراسته. هذه الغاية وهذا ما يحكمنا وما نشتغل من أجله. قد نصيب في كثير من الأحيان وقد نخطئ في كثير من الأحيان، ولكن ما يحكمنا هو التطوير والتحسين، منها اتفاقيات ديال التعاون والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني اللي غتمكننا أننا نفتحوا على كفاءات وعلى قدرات وعلى طاقات ديال المجتمع المدني لتقدم بدائل أو طرق ديال التدبير أو اقتراحات تتمكن من تحسين طريقة التفاعل والتعامل مع الطلبة وتقديم لهم خدمات تتسم بالجودة وتكون في شبه قطيعة ما كان ممارس قبل. شكرا لكم. السلام عليكم أستاذة، ممكن تقدم لي نفسك؟ أنا حليمة صاغور، رئيسة جمعية المركز المغربي أمل لتنمية قدرات الأطفال والشباب المتمدرس. بالنسبة للاتفاقية ديال اليوم، شنو الهدف منها؟ الهدف من هذا الشراكة اللي وقعناها في هذا اليوم الخاص يعني الأسبوع الجامعي للصحة النفسية للطلبة، هذه الاتفاقية الأساس ديالها هو إنشاء خلايا الإنصات داخل الأحياء الجامعية، وهذه لأول مرة ستكون في هذا الإطار ديال هذه الشراكة، والأول مرة كتكون في المغرب. وحنايا هذا الأسبوع الجامعي كيحط يعني كيركز على مع أزمة كوفيد حتى اللي كانت عنده شي مشاكل تفاقمات هذيك المشاكل، وكانت مشاكل نفسية ومشاكل يعني متعلقة بمجموعة ديال الأمور، لأن هاد الطالب اللي كان كيتواصل مع الأصدقاء ديالو، كان كيتواصل مع عائلته، كان الأحياء الجامعية تسدات، يعني كانت بزاف العوامل اللي خلات الطلبة يحسوا بواحد المعاناة خلال هاد الأزمة ديال كوفيد. فلذلك تأتي هاد الشراكة في هاد الإطار ديال مساعدة الطلبة على تخطي كل الصعاب، سواء تعثرات، سواء يعني مشاكل نفسية، سواء معاناة من أي نوع. يعني بالنسبة لهذا الإنصات يعني للطلبة، واش كتعتمدوا على أطباء يعني متخصصين في هذا المجال ديال مثلا بحال يعني الجانب النفسي، ولا يعني كيكون يعني تطوعي يعني مع أطباء إلى غير ذلك؟ بالنسبة لنا في المركز المغربي أمان، نحن نعمل على تخريج كل سنة، نؤهل فوج ونخرجه. هذا الفوج كيتلقى واحد التكوين، هذا الفوج كيكون من الناس اللي في التعليم او جامعيين. من الشروط ديالنا انه يكون عنده الماستر فما فوق، اللي ما كانش عنده الماستر خصو يكون عنده تجربه في التواصل مع الشباب ويكون اما في التعليم او ما الى ذلك. ثم هاد كيتاهلوا لمده سنه، كيأهلوهم يعني اطباء نفسانيين، اخصائيين نفسانيين، دي كوتش في التطوير الذاتي، في التنميه الذاتيه الى غير ذلك، في التواصل، في الارشاد المدرسي، في واحد المجموعه ديال المحاور كان كيشتغلوا عليها. ثم كتعطى لهم واحد مجموعه ديال الكتب كيلخصوها وكيديروا عروض، وكيكون يعني واحد بحث التخرج هو عباره عن انصات لواحد الحاله وكتابه تقرير عن تلك عن ثلاث حالات. وفي التقديم كيقدم غير حاله واحده باش كنشوفوا كتكون هذيك الحاله، يعني هي بحال واحد النموذج اللي هو خدم عليه وتدرب فيه. ثم كيهبط للميدان مع المستشارين القدام كيتدرب معاهم في مساله الانصات، وهاد الناس هما يرافقون هاد الطلبه، كيرافقوهم وكيدعموهم نفسيا، وكيعلموهم كيفاش يتواصلوا، كيفاش يدبروا المشاكل ديالهم، كيفاش يحلوها، كيفاش كيساعدوهم باش يوصلوا لهذا الشيء. وكذلك كيزرعوا فيهم الثقه بالنفس والتقدير الذاتي، وهذا اهم شيء. ثم كيصنفوا الحالات، ملي كيستمعوا لهذاك الانسان كيصنفوا الحاله ديالو، واش هي حاله عاديه يعني معاناه عاديه ما وصلتش لدرجه مرضيه ولا شي حاجه، الا كانت شي حاجه مرضيه ولا اضطرابات نفسيه كنحيلوهم على الاطباء النفسانيين ولا الاخصائيين النفسانيين. اما الا كانت مسائل عاديه كتبقى المرافقه ديال داك الكوتش، كيبقى كيرافق داك الطالب حتى كيوصلوا لبر الامان. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.